السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ هانين، كل شي بخير ان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم في احسن صحة واحسن الاحوال يا ربي. اليوم في هذا الفيديو جيت نتقاسم معاكم، سلوا على الطريقة ديالنا ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. عارفة كل شي تعرف يصيب سلو، ولكن غير حبيت نشاركو معاكم وصافي. عندنا هنايا المكونات وجدت من قبل كيف كتشوفوا معايا. عندنا هنايا اللوز محمر ومطحون، هنايا عندنا السمسم اي الزنجلان حتى هو محمر ومطحون، وهنا ايلان محمر كذلك ومطحون. عندنا هنايا القرفة، الكوزة محكوكة، كيف كتشوفوا معايا. عندنا هنايا حبة حلاوة، وهنا عندنا النافع البلدي والنافع العادي، تما محمرين ومطحونين. عندنا هنايا الدقيق محمر كيف كتشوفوا معايا. ودابا بإذن الله غادي نخلطوه هنايا في هذا الإناء. على بركة الله نضيف كل المكونات على بعضياتهم. نديرو اللوز، نضيفو اللوز الزنجلان و سميتو إيلان. طيبة بهذا المقادير. رائحة روعة طالعة منه. إن شاء الله نخلطوا هذه المكونات مزيان، تنسجموا مع بعضياتهم. وهنا نضيف باقي المكونات، ثم ان شاء الله نخلطهم مزيان. هنا نبقاو نخلطو حتى ينسجم كل المكونات مع بعضهم. نخلطو هاكا وشويه نستعملو اليد، لانه اصلا تيبغي اليد باش داكشي ينسجم مزيان. نضيفو هنايا الدقيق،
كيف كتشوفوا معايا تاهو نخلطوه مع المكونات كلهم. من بعد نستعملوا الايد باش ما يبقاش داكشي مكور، خصوصا من نضيفو العسل والزبده وزيت العود ان شاء الله. دابا درنا هنا القصريه باش نخلطو، غنزيدو جلجلان ان شاء الله. نخلطو الزنجلان بطبيعة الحال محمر، نديرو زيت البلدية دابا نضيفوها. دابا نضيفو العسل، ونبقاو ان شاء الله حتى يتخلط كل شيء مزيان وينسجم مع بعضياته. نخرج معكم ان شاء الله في التقديم النهائي. اخواني اخواتي، هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك ومن التعاليق الجميله كيف ما العاده ديالكم، وشكرا جزيلا على حسن المتابعه. وكنبغي نشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم اللي كتقدموه للقناه المتواضعه ديالي. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.